السلام عليكم، صباح الخير عليكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات، ومرحبا بكم في فيديو جديد من تطبيقات ومرشيمات اللي كنطرز واللي كنخدم. كيف من العادة كنشارك معكم الطريزات ديولي ورشيمات ديولي في نفس الوقت باش تكون إفادة والاستفادة للجميع. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله غيكونوا ثلاثة الموديلات، ونبداو بالموديل الأول اللي هو توب البروكار بطروز بالبرونز ومنبت بحجيرات من ألوان مختلفة: غوز بلوسيال، برونز، غوز بيبي، فيشيا. اللوينات اللي زادوا بينو الطرزة وزادوا عطاو جمالية ورونق كبير وكتير للتوب، يعني زادوا خرجوا اللون ديال التوب. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي رشمة ديال القفطان، هذه هي تطبيق ديال القفطان، الشكل ديالو كيف جا، لاحظوا معايا الكول كيف جا داير، وهاد الجهة هنا من جهة المضمة لتحت، والجهة الفوقانية هو الظهر. أنا غنحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا الشكل ديال الطرزة كيف جا. هذه هي اللوزة اللي قلت لكم، وهذا هو الشكل الدائري اللي في الخنيجر. وهذا الظهر ديالنا. دابا غندوزو الرشمه ديال القفطان ان شاء الله. هذه هي الرشمه، هادو هما الخنيجرات، وهذه هي فين درت اللوزه. ودابا غندوزو للموديل الثاني. هذا هو الموديل الثاني، ثوب من بلو بيترول مطروز اللون في اللون ومنبت بحجيرات باللون، كيف ما كتشوفوا معايا الغوز بلوسيال برونز، وهاد الوريضه تنبتات باللون ديال الثوب. انا غنقرب لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف جا، يعني دوك العريشات وسط ديالهم في المنبت. انا كنحاول نصور لكم الخدمه والرشمه ديالها باش تعرفوا كيفاش كتخدم الخدمه، وكيفاش دابا تنبات دارج على الموضه. دابا بالنسبه للجلابه ولا القفطان، تنبات شي حاجه اللي ولات حاضره ودارجه على الموضه، يعني الطرز وتنبات شي حاجه اللي جميله. ودابا غندوزو الرشمه ديال هذا الشكل الثاني. هذه هي الرشمه ديال الشكل الثاني، وهاد العريشات هما اللي تنبتوا باللوزات رقاق، وهاد الشكل تنبت بالحجيره دائريه. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى بالمناسبة عطلة سعيدة للجميع، وعيد مبارك قادم إن شاء الله بالصحة والسلامة والهناء لجميع المشاهدين ولجميع أمة المسلمة إن شاء الله. وبالنسبة للحجاج كنتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور، ويرجعوا إن شاء الله لنا غانمين سالمين بإذن الله إن شاء الله، لانه جميل اننا ندعو مع بعضياتنا في هذه الاشهر وفي هذه الايام وفي هذه الاوقات، يعني دعوه الخير مع بعضياتنا شي حاجه اللي عظيمه، يعني شي حاجه كيحبها الله وكيحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، اننا نتداعوا مع بعضياتنا بالخير وللخير. ايوا دابا غندوزو الموديل التالي، نرجعوا للطرز ديالنا وندوزو الموديل الثالث ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا على كيفاش كنقدروا ناخذوا الرشمه،
انا تفكرت هذا السؤال بالنسبه للرشمه كيفاش نقدروا ناخذوها. كاين بزاف الطرق، يعني كاين اللي كتقدر تهز تحط غير دير بوز وبدا تقدر ترشم بالجهه في الرشمه، وكاين اللي كتوقف وكتسكريني الرشمه وكتكبرها وكدير داك البابي اللي كيبين داك البابي اللي كيبين وكتحطو على التليفون وكتبدا تهز بالجهه من التليفون وكتحط في الورقه اللي حداها حتى كتقاد الرشمه ديالها. وحاولوا الاخوات ترشيم حتى هو حاولوا تعلموا ليه، يعني حتى هو راه فن راقي، يعني الا تعلمتي ليه كتقدري من التليفون ديالك تهزي الرشمه وتنقليها، يعني بلا ما تحتاجي انك تمشي ديها الرشام وتمشي تبقاي تقلبي على الرشم هالك، الا الا كانت شي رشمه فيها شي تعقيدات وفيها شي حاجه كثيره اللي كنضطروا اننا ندوها الرشام يرشمها لينا. ودابا غندوزو للموديل الثالث ان شاء الله. هذا هو الموديل الثالث والاخير. هذا هو الموديل الثالث كيف ما كتشوفوا معايا. رشمة بلدية مخدومة بالطرز والبريد ومنبتة بحجيرات خفاف رقاق من الزمرد، اللي هو هذا الشكل ديالها. دابا غندوزو رشمة ديالها. هذه هي رشمة ديالها على الورق كيف ما كتشوفوا معايا، وهاد الدوائر هما اللي درت فيهم البريد او الغرزه الفرنسيه. هذا هو الموديل الثالث والاخير، وكنتمنى من الله تنتظروني فيديو جديد وفي درس جديد وفي حصه جديده، ونتمنى الله نلقاكم بخير وعلى خير في هذيك اللحظات، وكنتمنى عطله سعيده للجميع، والى اللقاء فيديو جديد. وما تنساوش الاخوات الى عجبكم الفيديو وعجبكم التطبيقات اللي كنقدم لكم ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم والاخوات مع الصديقات ديالهم عبر وسائل التواصل واتساب فيسبوك، باش ان شاء الله القناه توسع وتزيد القدام ويكون الجديد ان شاء الله. وانا فيما كتكون شي حاجه جديده راني معاكم، وفي اي سؤال احتجتوه كيف ما العاده مرحبا والف مرحبا. الى اللقاء وعطله سعيده للجميع.